فين غادي السيدة الوزير؟ أعتذر، أنا أطبق القانون، لا فاز أحد فوق القانون. إلا جينا هنا نديروا التمييز، هذا وزير ديالي وهذه وزيرة ديالي وهذا ماشي ديالي. السيدة الوزيرة تفضلوا، مرحبا بكم. فين غادي السيدة الوزيرة؟ إيوا أنا هنا أصاروا على تطبيق القانون. أنا هنا والقانون، أنا هنا والقانون أطبقه كما أطبقه على نفسي. الكلمات تلقى أساسا من المقاعد المادة 150 واستثناء بإذن الرئيس، لم يطلب لي إذن. تفضلوا وأعتذر، أعتذر، أنا أطبق القانون، لا فاز أحد فوق القانون. تفضلوا السيدة الوزيرة الآن، لا أحد فوق القانون. كيف حنا واجب علينا؟ من فضلكم السيدة النواب، السادة النواب، لم أعطيكم الكلمة. إلا جيتوا هنا ديروا التمييز، إلا جينا هنا نديروا التمييز، هذا وزير ديالي وهذه وزيرة ديالي وهذا ماشي ديالي، غادي نكونوا حنا حتى حنا كنبذلوا مجهود وكنقراوا القانون التنظيمي للحكومة باش كيمكن لنا نتفاعلوا معها. حتى الحكومة خصها دير واحد المجهود بسيط وتقرا النظام الداخلي ديالنا. ما ليست حرة. سيادة النواب، تفضلي السيدة الوزيرة دابا إلا بغيتي، تفضلوا. نعم، شكون دي تجاوبها بلاش؟ يلا السيد رئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، في البداية بغيت نشكركم على الاهتمام ديالكم برنامج فرصة في النسخة الأولى ديالو 2022 والثانية 2023. بغيت نذكر أن برنامج فرصة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار.